وعدت إلى أكبر الأزمات في عالمنا الإعلامي هي ثلاث أزمات أساسية. الأولى أزمة، والله لازم نكون صريحين شوي، قلها بس خلنا نقول بمفردة ثانية لو لا لا بنقولها صريحين ما عندنا مشكلة. أزمة الإدارة الإعلامية عندما تأتي إلى المؤسسات الإعلامية التجارية أو القيمية أو غيرها، تجد أن لدينا أزمة كبرى في القيادات، أزمة في من يقود العمل ويدير العمل الإعلامي. تعال إلى مدراء الجهات الإعلامية، أعطيني من قاعد يبدع ويصنع فارق كبير، أنا أقول محدودين. فعندنا أزمة في من يدير ويفهم الإعلام ويقود الإعلام بشكل صحيح. هذا تصريح ناري، أنا أعتبر يا أخي معلش القنوات على عيني وراسي، القنوات المجد وغيرها من القنوات، أعطيني قيادات القناة سوف تجد، يعني هنا مثلا قائد القناة مهندس وليس إعلامي، القناة الفلانية تجد كذا ولا طيب كلهم نحترمهم ونقدرهم، ولكن الأصل في القنوات والجهات الإعلامية أن يقودها واحد من تخصصين، إما إعلام وإما إدارة. حاولت في الماجستير تخصصي إدارة إعلامية تجمع بينها، أحاول نعم، لأنه هذه أحد الأزمات عندنا. ثلاث أزمات عندنا. الأزمة الثانية هي أزمة المحتوى، دائما عندنا إشكالية في المحتوى الذي يقدم، تلقى نتعب في هالجلسة وهالديكورات وهالتعب والاستضافة والجمهور المحتوى وش الفائدة؟ الناس قاعدة تتفرج علينا، طيب وش بنقدم لهم؟ هل في محتوى فعلا يسوى؟ فعندنا أزمة في المحتوى وصناعة المحتوى وإعداد الأفكار وتمرير الرسائل الإيجابية والقيم وغيرها. والأزمة الثالثة في عالمنا الإعلامي هي أزمة الأفكار. أزمة الأفكار تكرار، التكرار المميت القاتل، ليس هناك لا يوجد تجديد. يا أخي نبغى تجديد، نبغى إبداع، نبغى حاجة خرافية. يعني دحين فرحانين ومسوين هالبرنامج كل حاجة، ولكن في شغلات إبداعية ما قصرتم، ولكن يبقى أنه الثقافة العامة هي يعني اثنين بيحاورون. رجع علينا الحين يا خالد هي برامج حوارية اعتيادية، بينما هناك أنا أتكلم عن القالب الفني كيف يكون ويحتاج أن يكون أكثر. تكلمت أستاذ ماجد في النقطة الأولى عن موضوع الإدارة الإعلامية، أنا قرأت تغريدة لأحد الإعلاميين، ماذا يقول؟ يقول المؤسسة الإعلامية تقتل بإعلامي لا يفقه في الإدارة أو إداري لا يفقه في الإعلام. الله. توافقنا في هذا القضية تماما، هذا ملخص كلام الذي قبل قليل أقوله، أنه إعلامي ما يعرف الإدارة أو إداري لا يعرف الإعلام، والمشكلة هذول على الأقل تمشي، أقل شيء أنه إداري أو إعلامي، المشكلة إذا كان لا إداري ولا إعلامي. خليني إلى هنا أقف حتى لا أتحمس بعد.